في مثل بيقول اللي ورث أبوك إلى كل أخوه. كانوا جدودنا يتبعوا الرعي بالطريقة التقليدية اللي هي الرعي بالوقت الصحيح وتجنب الرعي الجائر لتخفيف الضغط على المراعي والمحافظة عليها. تدهور المراعي يعني فقدان الحلال وغلاء أسعارهم، وبالتالي قطعة رزقنا إحنا يلي نتعب مع الحلال ونشتغل به. خلينا نرجع للطريقة التقليدية للرعي ونحافظ على مزارعنا وعلى رزقنا.